ترشيد كلفة الاستهلاك الطاقوي باستعمال المعدات والتجهيزات المراعية لشروط توفير الطاقة في عملية التصنيع، توجه ركز عليه العارضون في صالون الكهرباء والطاقات المتجددة في طبعته لـ 2020. نعتمد على عامل توفير الطاقة، سواء ما تعلق بالشعبة الأولى وهي إنتاج الكوابل، أو ما يتعلق بإنتاج المحولات ومعدات الإنارة العمومية. فمنتوجاتنا تعمل على توفير الطاقة بالمقارنة مع المصابيح العمومية التقليدية، حيث تعمل بالطاقة الشمسية وتكنولوجيا اللاد، ما يوفر ما يقارب 85% من الطاقة. استعمال بدائل الإنارة التقليدية واللجوء إلى الإنارة الموفرة وتوظيف مصادر الطاقات المتجددة حلول تسعى الجزائر إلى نشرها بشكل أوسع نظراً للفوائد التي تعود بها على المستهلك. أولاً هي تشتغل بالطاقة الشمسية، وعندما شيء يشتغل بالطاقة الشمسية يعني كلفة صفر، ما فيش استثمار من قبل الحكومة إذا كنا رحنا إلى القطاعات العمومية، وحتى في الخواص الحين حتى الخواص على مستوى المناطق شوية المعزولة وكذا، وعلى مستوى الفلاحة بدأوا يستعملوا هذا النوع من الطاقات. فيه برنامج حكومي ضخم يعني على كل حال لتغيير كل ما هو صوديوم ولاد ليستهلك كثير الطاقة بهذا النوع من الطاقات المتجددة. ويبقى قطاع الطاقة واحدا من أبرز المجالات التي يراهن عليها الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الحكومة في مخطط عملها لإنتاج 15 ألف ميجاوات من الكهرباء أفاق 2035.